طب انا شايف مع حضرتك مجموعه من الصور الحلوه، الصور التاريخيه بقى. ده تعالي كويس. تعالى نتكلم بقى ونحكي حكايه كل صوره. الصوره الاولى معاك. امال ايه دي؟ احكي لنا مين اللي موجود معاك في الصوره يا كابتن؟ دي الصوره دي دي فيها الكابتن مجدي غز الله يرحمه. كان باك ليفت عن الجيل بتاعنا، كابتن سعد سليط. سعد سليط نص الملعب. وانا تمام. ده كانت في الملعب في احدى التدريبات. ودي برضه في احدى المعسكرات في المواسم بتاعت اللي كنا بنعسكر في جمصه. شايفكم بتتمرجحوا هنا. المراجيح بقى انا والهادي وعماد الغندور وحارس المرمى. وانا الناحيه الثانيه. تمام. كان يوم فانتازيه كده. والصوره الجميله دي برضه للذكرى جميله بتجمع بين المرحوم احمد شاكر. الله يرحمه. كان هداف الكابتن احمد شاكر. امال ايه؟ كان لعيب. انا ما انساش لما كابتن محمود الخطيب قاعدين مره في معسكر بنتمرن في نادي طلعت حرب. فقاعدين في الكافيه على الكراسي بعد التمرين، قال له يا ابني انت لو اهتميت بنفسك شويه، والله يا كابتن اسامه الكلام، لو اهتميت وخدت الامور بجديه شويه تبقى احسن مني في الملاعب. الله يرحمه كابتن احمد شاكر. وده الكابتن الشال. وابراهيم كواني الحارس. لا تاريخ. ده الله يرحمه الكابتن حلمي سليمان، ده مدربنا وله الفضل علينا. والكابتن بدوي حموده. وانا والصوره دي لها ذكرى يمكن احنا اتكلمنا فيها دلوقتي. استاذ اسماعيل البقري. استاذ اسماعيل البقري ده حوار صحفي كان من الصحفيين الكبار. استاذ اسماعيل البقري الاهرام. مدرسه الاهرام صراحه. عمل لي حوار نص صفحه. بقيت سعيد جدا بيه صراحه. ده برضو في مكتبه. الصوره دي برضو للمنتخب، ماتش ودي في للمنتخب في ملعب اسكو، كنا بنتمرن دايما ونلعب في ملعب اسكو. مين اللعيبه اللي واقفه كده؟ قول لي من الاول كده. هم واقفين في اليمين. اليمين بقى يبقى في حسن علي وانا واحمد ابو رحاب لنادي اسكو. وغانم سلطان الزمالك. وعلي خليل الزمالك. ورفعت قاسم الطيران زمان لما كانت طيران في الدوري الممتاز. وحمدي نوح اخر واحد. كابتن حمدي نوح المقاولين. وفي يحيى السيد ترسانه. وفي الكابتن اسامه خليل الاسماعيلي وشاكر عبد الفتاح ترسانه. وفي ثروت فرج المنصوره. لفت نظري ان منتخب مصر او المنتخب مش مقتصر اهلي وزمالك، ده تلاقي في الاقاليم، تلاقي في الترسانه، وتلاقي في المحله، وتلاقي في المقاولين وفي المنصوره. منتخب مصر شامل كل لعيبه مصر. ده كان ميزه الخواجه اللي هو مينكوفيتش. لا والمواهب برضه. ما انا اقول لحضرتك كل الاقاليم. ما انا اقول لحضرتك كانت ميزه الخواجه مينكوفيتش ان هو كان بيلف على الانديه على الماتشات ويتابع الفرق كلها. فعلشان كده طلع اختار المواهب اللي حضرتك بتقول عليها. تمام. فكان المنتخب كوكتيل يعني معظمه بين الاقاليم. ده برضه معسكر منتخب. ده كان قبل دورة اليونان البحر المتوسط. مش متذكر سنة كام. فيها نجوم كتير برضه. تمام. الصورة اللي بعد كده. ودي برضه منتخب برضه هو في حمدي نوح وفي أحمد شاكر وفتحي مبروك ومسعد نور وكابتن حسن حمدي ومختار وإبراهيم يوسف وحمامة وكابتن محمود الخطيب وأحمد عبد الباقي وثروت فرج وانا واكرامي وشكر عبد الفتاح. يعني صوره من الصور الحلوه طبعا. لا الحاجات للذكرى. دي ماتش اسكو برضو انا في ملعب اسكو، ماتش المنصوره واسكو في ملعب اسكو. ده لا بمناسبه بقى المبيت في الاتحاد. ايوه. ده ماتش الاهلي بقى اللي انا قلت لحضرتك ده قبل نهائي كاس مصر اللي فاز بيه النادي الاهلي. بالظبط. يعني انا هنا اهوت وكابتن محسن صالح وكابتن طاهر الشيخ ورام الله يرحمه الكابتن صبغة عبد الحليم الله يرحمه. ده كان في استاد القاهره. الصوره الاخيره دي بقى. الصوره الاخيره دي 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 برضو منتخب مصر. برضو يعني هنقول برضو كابتن فتحي مبروك، كابتن محمد صلاح. كان سعد سليط، ياسر المحمدي. نجم اسكو. اسكو. محمدي. وسامي منصور. الزمالك. وثروت فرج ومحمد عامر. ومحمد عمر. وده كابتن اسامه خليل وماهر امام. وعادل مأمور والسطوحي واكرامي وانا وشوقي غريب ومختار واحمد عبد الحليم ومحمود سعد واحمد ابو رحاب سعيد الشيشيني المقاولين الجارم. بعد الصور الحلوه دي والمشوار الطويل ده كابتن بدير، من النهارده كابتن بدير عايز يقول له شكرا، وكان صاحب فضل على الكابتن بدير.
هو انا اقول لحضرتك هما اتنين سواء على المستوى المحلي كابتن حلمي سليمان الله يرحمه لان هو اول واحد حط رجلي في الفريق الاول وانا عندي 18 سنه. الفضل الثاني لنونكوفيتش اللي هو المدرب اليوغوسلافي لانه خدني منتخب وانا عندي 18 سنه ونص. يعني انا اصغر لاعب لعبت منتخب مصر في الاول في مصر انا 18 سنه ونص. واحنا النهارده جينا نزورك في بيتك هنا في ملعب نادي المنصوره، ملعب اللي انت تربيت ولعبت فيه مشوار حياتك، جينا عشان نقول لك شكرا من القلب على مشوار طويل ومسيره رائعه. ده شرف ليا يا كابتن اسامه، شرف كبير جدا. واولا واخيرا انا بشكرك وبشكر قناه النادي الاهلي ان هي يعني بترجعنا تاني للزمن الجميل وتذكر الاجيال اللي ما حضرتناش بان كان في تاريخ. حقيقي. لان انا واحد من الناس يا كابتن اسامه يعني عملت تاريخ كبير جدا وما حسيتش بيه، ما بحسش بيه لما بنزل القاهره. لان انت عارف ان القاهره لما بندخل اي نادي ناس كلهم بتوع كوره وحافظين وعارفين. فالواحد بيرتاح نفسيا وبحس ان احنا عملنا حاجه.